بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذا اليوم حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الموضوع يشغل الكثير من الناس، وكل إنسان يلوم الآخر، وخاصة يلومون العلماء والأئمة لماذا لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكثير من الناس أحيانا يتطفل ويقوم بمشاركة في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بدون علم وبدون معرفة ما هو المنكر وما هو المعروف. باختصار، المنكر والمعروف، المعروف هو ما أمر به الله سبحانه وتعالى، والمنكر هو ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. المعروف فيه ثواب وفيه أجر وواجب، والمنكر هو منهي عنه، وهو فيه من ارتكبه فيه إثم وفيه عقاب، ربما يختلف باختلاف المنكر. لذلك المعروف هو كل خير، والمنكر هو كل ما فيه ضرر وشر للعباد. ولهذا من شرط الأمر بالمعروف هو لما حال أن الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أخرجت لله، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة مباركة، أمة خير، أمة إيمان، أمة ثواب، هي الأمة المستقيمة، الأمة خير الناس بأي شيء، بإيمانها أولا بالله ورسوله وبالقرآن وبالعمل به وبفعل الخير، ومنها أيضا الأمر بالمعروف اللي هو خير ونهي عن المنكر. لكن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يكون المعروف معروفا للذي سيقوم بالأمر بالمعروف، والمنكر أيضا يكون المعروف لإنسان ينهى عنه. فإذا هذا من شرط ذلك أن يكون عالما بالشريعة وبالأحكام الله سبحانه وتعالى، حتى يكون عمله صوابا ويأتي بأكله، وهو أن الإنسان الذي تكون فيه بعض النقائص أو بعض ويرتكب بعض المخالفات، أن بذلك الأمر يمتثل وبذلك النهي ينتهي. هذا هو ولهذا أن الإنسان كانوا في السابق في التاريخ يجعلون أناس موظفين مختصين يعرفون كلام الله ويعرفون الأحكام الفقهية حتى يتولون هذه المهمة. كان في وقت من الأوقات يسمون بأمين السوق، يعرف أحكام السوق، ينهى عن الأخطاء والمخالفات التي ترتكب في الأسواق، ينهى عنها ويعاقب عنها أيضا. ولهذا بالنسبة لعموم الناس هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات. ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. كيف يغيره؟ يغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه وهو أضعف الإيمان. ولذلك حتى نفهم الحديث معنى بيده، مش معنى أن الإنسان يعرف المنكر ولا يعرف ما هو المنكر ولا يعرف ما هو المعروف. يرى مثلا إنسان يتصرف تصرف معين، فإذا به يقوم بضربه أو بسبه أو بشتمه، أو هذا ليس من الإنسان أن يكون النتيجة، هناك نتيجة إيجابية في ذلك. أما إذا كانت تكون نتيجة سلبية ترجع عليه بالوبال، فهذا يصبح هو يرتكب في المنكر. لذلك معرفة المنكر ومعرفة المعروف يجب يكون إنسان عارف بهما، وهذا هو الذي يأتي أكله، وتكون النتيجة هو استقرار المجتمع وانتشار النظافة فيه ورفع الفساد منه. حتى احنا نتحدث توا في الأيامات عن الفساد، والفساد لازم نعرفوا شنو هو الفساد اللي باش ننكر عليه. مش يسمع كإنسان كم الناس تتحدث، مختصين ولا وزراء ولا شخصيات علماء ولا مفكرين يتحدثوا عن الفساد، يقول لا أنا الفساد، يأخذ الكلمة حسب فهمه هو حسب عواطفه فيرتكب معصية في ذلك. لذلك
ان ولا فبيده شكون هذا هو اللي في يده السلطه اكثر الذي في يده السلطه هو الذي ينهى عن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر واللي بلسانه هم العلماء والمختصين الذين يعرفون ما هو المنكر يعرفون ما هو المنكر وما هو المعروف ويعرفون متى ينهون ومتى يأمرون لأن في بعض الأحيان إذا كان هو باش يقوم بالنهي عن المنكر ربما يتسبب ذلك في تدخله في مشكلة اجتماعية أو مشكلة اقتصادية أو مشكلة فيما بينه وبين ذلك الشخص الذي يريد أن يعظه فتكون النتيجة سلبية لذلك فمن لم يستطع هو الإنسان العادي الذي ليس له معرفة بالعلم يكون بقلبه رأى منكرا ولم يستطع لا بلسانه وليست له سلطة ولا دينية ولا سلطة أدبية ولا علم ولا معرفة ولا أي شيء يخوله أو تفويض من الدولة كالأعضاء البلديات الآن هي التي تقوم بأحكام السوق وهي التي تراقب الأسواق فهذا على الأقل بقلبه إن لم يستطع بذلك وعما قدر الله الفساد إن شاء الله ربي وفقنا حتى نكون في مستوى هذه المهمة التي كلفنا الله بها والتي تؤدي هي إلى استقرار المجتمع وإلى تماسكه وإلى وحدته وإلى قوته وشكرا ولكم مني ألف سلام في هذه اليوم و دمتم بخير وكل عام وأنتم بخير أيضا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.